من فاتح إلى 30 شتنبر 2024 غادي تنظم بلادنا الإحصاء العام للسكان والسكنة. هذا الإحصاء كيهم جميع المغاربة والأجانب اللي ساكنين بالمغرب، وبه غنعرفوا شحال حنا وفي أي ظروف اجتماعية كنعيشوا. كيف ما جا في الرسالة الملكية اللي وجهها صاحب الجلالة نصره الله للسيد رئيس الحكومة، كيمكننا الإحصاء من توفير معلومات دقيقة كنعرفوا بها في نوصلات بلادنا في التنمية البشرية والمجالية، من أجل استشراف الاحتياجات وإعداد السياسات الملائمة. حال جميع دول العالم كيتم إنجاز الإحصاء بصفة دولية وفق توصيات هيئة الأمم المتحدة، وفي المغرب كيتم تنظيم هذه العملية كل 10 سنوات. الإحصاء غادي يطرق لمجموعة من الأسئلة كتهم السن والحالة الزواجية والولادات والوفيات والهجرة والصحة والحماية الاجتماعية والتعليم واللغات والشغل واستعمال التكنولوجيا، بالإضافة إلى ظروف السكن والبيئة. إحصاء العام السكان والسكنة ما كيهتمش بتاتا شحال الناس كيتخلصوا ولا شحال كينفقوا ولا شحال ديال الضوء ما كيخلصوا على سبيل المثال. الأجوبة اللي كتصرح بها الأسر للباحثين كتسجل في لوحات إلكترونية وكيتم إرسالها مشفرة لمركز المعطيات، ويتم تجميعها ثم نشرها على شكل بيانات ومؤشرات إحصائية على مستوى الجماعات والأحياء والضواوير، بحيث ما يمكنش في أي حال من الأحوال التعرف من خلالها على المعلومات الفردية.